مشاهدينا الأعزاء، لو سهل بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من زدني علما، حلقة جديدة في عام هجري جديد، سيكون مبروك على الجميع. ومن أسرة قناة القلم ومن أسرة زدني علما إلى كل التونسيين، إلى الأمة الإسلامية قاطبة، نقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير بهذا العام الجديد، وإن شاء الله ينعاد علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير والتألق والنجاح ومزيد تحقيق الأمال. كل شخص إن شاء الله عنده أمل في ذهنه وعنده غاية يحب يحققها، إن شاء الله يا رب السنة هذه الأمال تتحقق ومزيد من الاستقرار والتألق لبلادنا في سنة نريدها أن تكون إن شاء الله سنة خير وسنة بركة وسنة إن شاء الله الثمار الطيبة لهذه الأمة الطيبة. اليوم مشاهدينا زدني علما يحتفي معكم بهذه السنة ويحتفي معكم بأول يوم من أيام هذه السنة، إن شاء الله كل عام والجميع بخير. والضيوف مش يكونوا متنوعين كما مكالماتكم، يسعدنا أن توصلنا من خلال اتصالكم المباشر عن طريق التليفون 74 621 607، يخليكم مباشرة معنا في زدني علما اللي خصص اليوم الحصة في هذا الجو الاحتفالي، في هذا الجو إن شاء الله اللي نرجوه أن يكون جو خير وبركة على الجميع، يخصص الحلقة لموضوع يهتم بالهجرة وبعد الهجرة النبوية الشريفة وبعد. وأكيد أنه اللقاء مش يكون تفاعلي بيننا وبينكم، ومش يكون الحضور أيضا متميز إن شاء الله كالعادة. ويشرفنا في الاستوديو اليوم الأستاذ أحمد بوشحيمة. أهلا وسهلا بك سي أحمد، كل عام وأنت بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي نوري، كل عام وأنت بخير، وحضرات المشاهدين الكرام بخير، والأمة الإسلامية قاطبة بخير. مرحبا بأخي الأستاذ عمر الملولي، نرجو من الله أن تكون حصة الليلة فيها من الإفادة ومن الإضافة ما يحقق المأمول لدى مشاهدينا الكرام إن شاء الله. أيضا يشرفنا بالحضور كالعادة في استديو زدني علما الأستاذ عمر الملولي. أهلا وسهلا بك سي عمر، وسنة طيبة ومبروك عليك. وبيك بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك أخي نوري، أهلا بسي أحمد، أهلا بحضرات النظارة الكرام من قناة القلم الفضائية، نقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. نعم، اليوم زدني علما فما برشا أسئلة، راهو الحصة مش تكون متنوعة، تنوع أسئلتكم وتنوع ربما ما يردنا من استفسارات في البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وإلا عن طريق أيضا الصفحة الرسمية الفيسبوك تجبوا تكونوا حاضرين معنا وتتصلوا بنا أيضا حتى من خلال التليفون، هي طريقة الاتصال موضوع على ذمتكم في الشاشة سواء كان في الفيسبوك وإلا في التليفون 74 621 607. قلنا أنه الحدث هو حدث إن شاء الله يكون يا ربي حدث خير على الأمة الإسلامية قاتبة، وهو أيضا جو احتفالي هيك علش النغم مش يكون حاضر معنا ومعكم اليوم في زدني علما، وهذه هديتنا من زدني علما إلى كل مشاهدينا داخل تونس وخارجها بالنغم. نحيي مشاهدينا أينما كانوا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا من ثنيات الوداع.
مدعاة لله داء. أجمل الأنغام هدية لكل مشاهدين في هذه الحصة الاستثنائية من أول يوم من السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله كل عام والجميع بخير. وأسئلة كثيرة تطرح في مثل هذه المناسبات، لأنه لابد أن هذه المناسبة تكون فيها الأحداث ولكن تكون فيها العبر مع ذلك. مشاهدين الكرام، ما أهمية الهجرة النبوية إلى المدينة؟ لماذا ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية بهذا الحدث العظيم؟ ما آثار الهجرة على المسلمين سواء كان في عصر النبوة أو في بقية العصور اللاحقة؟ والسؤال البارز واللي لابد أنه اليوم نتوقف عنده بشكل كبير هو كيف يمكن أن نستثمر معاني الهجرة وعبر الهجرة اليوم في تاريخ الأمة الإسلامية وفي واقع حياتنا وفي واقع شواغلنا؟ هذه الأسئلة مش تكون حاضرة معكم أنتم، ومرحبا بتدخلاتكم الهاتفية، ومرحبا أيضا بحضوركم وتفاعلكم معنا. نزيد نكرر التليفون هو 74-621-607 في هذا الجو الاحتفالي بالسنة الهجرية الجديدة. سي أحمد، حدث عظيم، حدث كبير، الهجرة النبوية وأهميتها لابد أن نتوقف عندها بدءا في حصتنا اليوم. زدني علما. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وحبيبي صفوة خلق الله أجمعين محمد وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. حقيقة كلمة الهجرة لابد أن نضعها أمامنا ونتأمل فيها، ماذا تعني كلمة الهجرة أولا، ثم نتحول للحديث عن الهجرة النبوية. نعم. الهجرة هي انتقال في المكان، يعني إنسان يستبدل موطنه بمكان آخر يهاجر إليه لأسباب. نعم، هذا المفهوم اللغوي. هذا المفهوم اللغوي، المفهوم الشكلي. نعم. الهجرة في رسالة الإسلام كانت متعددة، فلما اشتد الظلم على الصحابة في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، وفي الحبشة كان هناك ملك نصراني على دين عيسى عليه السلام اسمه النجاشي، أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمون به ولعلهم يجدون راحة ومتنفسا من الضغط ومن المعاناة ومن التعذيب الذي كانوا يلاقونه من قريش. نعم. فكانت هجرة الحبشة الأولى، ثم هجرة الحبشة الثانية، كانت هناك هجرتان. نعم. حتى هيأ الله أسباب الهجرة النبوية العظيمة اللي هي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن معه فرارا بدينهم وانتقالا من مكة إلى المدينة المنورة. نعم. إذن أسباب الهجرة هي هروب من الطغيان، القصد فيها هو الفرار إلى الله والانتقال إلى مكان تتوفر فيه حرية الكلمة وحرية الدعوة وحرية الممارسة الشعائرية التي حرص الإسلام منذ أول يوم على إرسائها في العالمين. نعم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا في مكة على الإيمان، ولم يستعمل قوة حتى فيما بعد عندما امتلك أسباب القوة ليرغم الناس على الدخول في دين الله، ولكنه لقي لعنة الكثير لمجرد أنه صدع بأمر الله وأراد أن يبلغ رسالته وأراد أن يدعو الناس ليدخلوا في دين الله، فلاقى ومن تبعه من الصحابة لاقوا العنة الكثير ولاقوا التعذيب والمقاطعة، ومعناها عاشوا فترة من المعاناة كبيرة جدا. نعم. فهيأ الله بهذه الأسباب هيأ هذه الهجرة النبوية اللي تعتبر تحول كبير في تاريخ رسالة الإسلام وتحول كبير في تاريخ البشرية قاطبة
مش العرب والمسلمين فقط. نعم. وسنتبين هذا لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. أول محرم 1435 هجري حدث نتوقف عنده اليوم ونحتفي به اليوم، ولكن هناك عبر من خلال الاحتفاء بهذا الحدث سي عمر، ولابد أن نتوقف عند هذه العبر أيضا مع هذا الحدث. هو قبل هذه العبر لو وددت أخي نوري أردت أن أقول أن الهجرة حدث لا بد منه في تاريخ المسلمين، في نعم. تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مكة المكرمة لم تكن في ذلك الوقت صالحة لبناء دولة إسلامية، لأن شدة الحصار والتضييق على الخناق الذي مارسته قريش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عموما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الأفق الأرحب لهذه الدعوة. نعم. وهو في الواقع ليس بحثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تكليف من الله سبحانه وتعالى. الهجرة هي أمر تعبدي، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، فكان لابد من الانتقال من حياة القبيلة إلى حياة الدولة، لابد من التحول من الضيق إلى الفسحة، لابد من التحول من القيد إلى الحرية، ولابد من التحول في قبيلة تمارس عليهم الضغط حتى من أجل شعائرهم. نعم. قبيلة قريش قررت في النهاية أن تقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاصرته في منزله، ماذا بقي إذن؟ لا يمكن أن يفعل شيئا، أصبح محاصرا، عندئذ أصبح خروجه أمرا لا مفر منه، وخرج مهاجرا ومعه صاحبه أبو بكر الصديق. وكانت الهجرة أو كان خروجهما إلى الهجرة قد مر بمحطة أولى ألا وهي المرور إلى الغار. لماذا خرج مع صاحبه إلى الغار؟ بالنسبة لجزيرة العرب هي صحراء مكشوفة، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمر مباشرة إلى المدينة، فكان لابد أن يخطط. وهنا نقول لابد أن نتعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط والترتيب والتبويب به. وهذا ما نحن مطالبون به في حياتنا، سواء الحياة الأسرية أو الاجتماعية أو الحياة السياسية، لكل أمر لابد من تخطيط. وربما البعض هناك سامحني يقول لك معنا أنا لا أخطط والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما أراد ويفعل ما يشاء. معنا يجي عام يتبدل عام يخرج عام وتجي مرحلة أخرى، وكأنه الحدث بالنسبة ليه ما عندوش أهمية كبيرة ولا ما فيهش عبر وحكم لابد أنه نقول له إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطط فعلينا أن نخطط في كل شيء، وسنرى فيما يتعلق معنا بالتخطيط في باقي هذه الهجرة. نعم. ثم بعد الاستقرار في المدينة المنورة إن شاء الله سي عمر، مش نقف عند حدود هالتخطيط ومش نقف عند حدود كيف يتعامل المسلم مع هذا الحدث، ولكن خلينا معكم أنتم أيضا مشاهدين باش يكون اليوم في هذا اللقاء تفاعلي ما بين أصواتكم ما بين مكالماتكم عن طريق التليفون. خلينا نشوفوكم كيف تتعاملون مع هذا الحدث، وكيف يحتفي التونسي مع انطلاق سنة هجرية جديدة 1435 هجرية. إن شاء الله مبروك على الجميع. كيف يتعامل التونسي مع هذا الحدث؟ شنو تعني لك الهجرة النبوية؟ بالنسبة لي لنا تعني لي ذكرى مجيدة، معناتها ما نجموش نستغنيو عليها. فهمت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يلزمنا نحتفلوا بها كل عام. هي مناسبة معناها دينية، مناسبة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي الحمد لله رسول الإسلام اللي جاب الرسالة النبوية وقعدنا نتعايشوا بها ليومنا هذا، ونحتفلوا به كل سنة بما أنه يحمل في مضماره رسالة نبيلة من رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما تعني لأي مواطن تونسي معناها نراها معناها كل عام نحتفلوا به عادي معناها. هيك الرمز بتاع الإسلام معناها بتاعنا. الهجرة النبوية هي من أول حاجة معناتها صارت في الإسلام، وهي اللي عملت نشأة للإسلام. وقت اللي هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معناتها نقولوا احنا بداية فعلية للانتشار الإسلام. الهجرة النبوية بسم الله ترينا برشا حاجات، لأن هي تعتبر معناها بداية الدولة الإسلامية. هو حدث كباقي الشعوب الإسلامية والعربية يعني لنا ونحتفلوا به دوريا. تعرف شكون اللي وضع التاريخ الهجري؟ والله ما عنديش فكرة معناها شكون بالضبط. مقترن بالرسالة النبوية من عهد الهجرة معناها أصبح معناها تاريخ معين بالنسبة للتاريخ الهجري. سيدنا عمر هذا اللي وضع التاريخ هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم.
في بالي واحد من الصحابة، ما نعرفش نذكر شو اسمه بالضبط شكون. لا ما عنديش فكرة. العرب المسلمين معناها. في بالي عثمان بن عفان. التقاليد بتاعنا معناها في كل ولاية الحد شي يعمل الاخر، مثلا بالتقاليد اللي بون يقول لك انا ما تسدش تسد لك ما تعملش كسي تسد، يقول لك نعملوا خير كذا. بون هي تقاليد معناها حسب التطوع كل انسان كيفاش يحب يعمل، اما تحب الصحيح ما لازم نحتفلوا به. علاش هو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها يكون افضل، لكن حتى الاخر راهو راس سنه ميلاديه. احنا كل عام معناها من قبل كل عام نحتفلوا به، معناها فماش حاجه جديده، معناها السنه ولا عام الجاي كل عام الشعب التونسي يحتفل معناها بالهجره النبويه. ما كناش ملمين بديننا، ما كناش نعرفوا حتى شيء على ديننا، ما نحتفلوش بها السنه الهجريه. يحتفلوا بها الاولين الكبار انهم يامنوا بها، احنا هالجيل هذا وين تو باش وقنا بديننا. بالنسبه لي انا عندها قيمه كبيره، بالنسبه لنا احنا كمسلمين. ما نعرفش اللي ما يعطيش قيمه، يمكن خاطرنا نحنا تعودنا هكا وفهمتني وطبعنا الغرب في برشا حكايات، مي نورمالمون نعطيه قيمة أكثر من هكا. هذه سناسة مشيت فينا احنا من قبل، فهمت؟ نقعدوا احنا ديما ما نمشيوش كيما نتبعوا العرب، نقعدوا ديما نتبعوا كيما احنا القور كيما عايشين، ولينا حتى المونتاليتي نتاع المخ ولينا كيفهم. عمال نبعدوا مثلا حتى على الدين نتاعنا، نحسوا بروحنا كلي بعدنا شوية. ما عادش ممكن احنا تقربنا ياسر للأوروب معناها يعني السيستم تاعهم هما ديما ياسر انفلونسي، ياسر بهم هما ياسر نقتدوا بهم هما، هذيك حاجه خايبه بالنسبه لنا احنا. مش حكايه ما نعطيوهاش قيمه، خاطر معناها تجاهل الاسلام نتاعنا احنا، معناها نميحوا للغرب اكثر، فهمت ولا؟ وبالعكس حقنا نحتفلوا بهذه السنه الهجريه اكثر من الميلاديه. اذا كان ماهوش مسلم ما يعطيش قيمه للتاريخ الاسلام. مبدئيا صار تحول في البلاد، ولينا نعطيوها قيمه. السياسة اللي كانت موجودة معناتها حطتنا أوروبيين أكثر من التوانسة وعرب قبل كل شيء، فهمت؟ كان تأثيرها كبير ياسر علينا. هو حري بنا كما قلت مشاهدين الكرام أن الاحتفال بالسنة الهجرية يكون احتفال عميق وكبير للأمة الإسلامية، لأنه حدث ماهوش عادي، ماهوش حدث يتعدى مناسباتي ومشى على روحه. لا، لابد من أنه تكون لنا وعي عميق من خلال احتفالنا بهذا الحدث، وإن شاء الله يكون حدث له أبعاده السامية وأبعاده اللي نعتبرها أبعاد راقية جدا، وكيف تتجسم في سلوكنا في حياتنا تكون معانيها أكبر. ولكن حتى ورد من خلال الروبرتاج بعض المعطيات، الهجرة وهذا اللي نعرفوه ربما عند الكثير من الناس، ولكن البعض ربما ما عندوش المعلومة هذه، وقعت سي عمر في أواخر سفر. نعم، أليس كذلك؟ نعم، ولكن التأريخ لها لاحقا، كان لاحقا. نعم، في عهد سيدنا عمر. الهجرة كانت في أواخر سفر. ذكرت الكثير من المصادر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أواخر سفر مهاجرا إلى المدينة المنورة، وكان وصوله إليها في تقريبا يوم 12 من ربيع الأول. ولكن جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال أرخوا. قال عمر ما معنى أرخوا؟ قال فعل تقوم به الأعاجم فتقول حدث وقع في سنة كذا من شهر كذا. فقال عمر هذا فعل حسن فأرخوا. إذن اتفقوا على أن تكون بداية التأريخ بالسنة الأولى للهجرة، لكن اختلفوا في الشهر، بعضهم قال رمضان والبعض الآخر قال لا، نبدأ من محرم باعتباره أول شهور السنة، فوقع الانطلاق في التأريخ انطلاقا من السنة الأولى للهجرة من شهر محرم. يعني نحن نحتفل اليوم بحلول السنة الهجرية الجديدة، معناها من باب وأنه ثم بداية سنة جديدة، ولكن الهجرة معناها هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في أواخر شهر صفر. نعم سي أحمد، لماذا ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية بهذا الحدث العظيم؟ ما هي أسباب ذلك؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا. يقول قائل لماذا اختيرت الهجرة للتأريخ؟ نعم، هناك أحداث مهمة في الإسلام، ربما ميلاد الرسول كان ممكن يكون هو منطلق التأريخ، ربما البعثة ونزول القرآن كان ممكن يكون هو منطلق التاريخ، ربما تاريخ وفاة الرسول كما رأى بعضهم ذلك واستخدمه لفترة، ربما أحداث غزوة بدر، ربما. لماذا الهجرة؟ الهجرة لأن هي محطة أساس
ومحطة ركيزة مهمة جدا في تاريخ الإنسانية وليس في تاريخ المسلمين فقط. أنا أقول في تاريخ الإنسانية. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين موجه للإنسانية قاطبة. توا الأديان الأخرى تلقى المتدين ينتمي إلى الأمة التي جاء فيها النبي، فكل نبي جاء لقوم، جاء لبني إسرائيل، جاء وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى ثمود أخاهم عاد، وإلى عاد أخاهم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى كل قبيلة بعث لها أو كل قوم بعث لهم ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين. نعم. الهجرة كانت هي نقطة التحول ليشع هذا الدين انطلاقا من المدينة المنورة على العالم بأسره. ففي بضع سنوات طرق المسلمون أبواب أعظم إمبراطوريتين في العالم في ذلك الزمان. نعم. الفرس شرقا والإمبراطورية الرومانية شمالا وغربا. نعم. وكانت الدعوة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود وأرسل الرسل لكي ينشروا دين الله. فمن هنا كان هذا المنطلق العظيم واللي افتح أنوار الإسلام للعالم. والهجرة النبوية هي نقطة انطلاق تأسيس الدولة. وتوا ربما ندخل في بعض العبر أنه نعم. بمجرد ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد سكان المدينة زهاء 10,000. كم عدد المسلمين من هؤلاء 10,000؟ تقريبا 1,500 مسلم، و4,000 من اليهود، والبقية من المشركين. ويأتي الرسول الكريم ليؤسس دولة تتأسس من 1,500 مسلم، 4,000 يهودي، تقريبا 4,500 من غير المتدينين من المشركين. وهذا ناخذ منه عبرة كبيرة كيفاش معناها الحياة المدنية اللي استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثيقة المدينة التي حررها والتي ذكر فيها حدود وضوابط التعايش بين هؤلاء الفرقاء، وكيف أنه لليهود حقهم في عباداتهم وفي بيحهم، وكيف أن كل إنسان حقه في أن يعيش في حرية وأمان، وحقه في أن يعتنق الدين الذي يريد. وبينت هذه الوثيقة اللي كانت أعظم دستور، واللي النبي صلى الله عليه وسلم محتاجش عامين ولا ثلاثة باش يكتبها، إنما كتبت في بضعة أيام. لا فعلا والله قاعدين نقرأوا ما وراء السطور في كلامك. أقرأ سيدي أقرأ. قاعدين نقرأوا ما وراء السطور. ولا فعلا معناها حدث مش يسير. معناها شوف التعايش، أولا التعايش هذه عبرة لابد أن نتعلم منها اليوم، شيء كبير نتعلم منها الكثير. وكيف كيف تأسيس الدولة وبناء الدستور في الدولة الإسلامية في بضعة أيام معناها. نعم. وإذا ما داهم المدينة خطر، الكل يجب أن يدافع عن المدينة، يهود ومسلمين. هذا الواجب الذي يحتمه التعايش المدني بين فرقاء في العقيدة أو في المنهج أو في الفكر. معناها أهمية الهجرة أهمية كبيرة، ومش باش نقفوا عند هذا الحد. مسألة كبيرة ياسر. نعم. ولم أذكر منها إلا القليل. احنا ما باش نخليه لجانب التفاعل مع المشاهدين. للحديث بقية. وللحديث بقية معاكم مع سي عمر ومع مشاهدينا من خلال التليفون 74-621-607. يخليكم مباشرة معنا في اتصال مباشر بزدني علما في أول محرم 1435 هجري. إن شاء الله سنة مبروكة للجميع. خونا عبد الله خليف من القيروان، اهلا وسهلا بك سي عبد الله. اهلا بك، مرحبا. مرحبا سي نوري. كل سنه وانت طيب بخير. ربي يفضلك يخليك وانتم بالامثل. يعيشك سي عبد الله. تفضل سي عبد الله. بارك الله فيك سي نوري. حبيت نشارك معكم في البرنامج، وحبيت نلاحظ اولا بغض النظر على المناسبه هذه اللي هي راس السنه الهجريه، المناسبات الدينيه الكل للاسف تجردت من معانيها الدينيه والثانيه. وأصبح الإسلام للأسف عبارة على سلمية وبخور ودروشة وشعوذة،
هذا هو الدين في وكأنه المسلمين. وكأنه جانب فلكلوري فقط الاحتفال بهذه المناسبات. بالضبط، كانوا شوية سلمية وبخور وسطيح وبعض المدائح والأذكار، هذا هو الدين في النظر أكثرية الناس للأسف. للأسف أنه يتحول إلى ذلك للأسف. نعم نعم. ونعطيك الأمثلة، فمثلا شهر رمضان تسأل واحد شنو شهر رمضان، في حني عادة صارت كون الواحد يعلق الصيام في الفجر حتى للمغرب يشق الفطر، ثم من بعد شنو رمضان؟ هو كالبريك والسهريات والشيخات والعفيدة والكريمة والطاجين وهكذا. العيد شنو العيد الفطر عندهم هما الأشخاص هما للأسف هو عبارة على عيد الفطر على بقلاوة ومقروض وغريبة وصمصة وهكذا. عيد الأضحى شنو عيد الأضحى؟ ما يعرفوش شنو الفداء نتاع سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم كيفاش يضحي ابنه الوحيد في الفترة هذيك. لا، عيد الأضحى شنو هو؟ مرقاز وعصبان وغاوي ومصلي وهكذا. المولد النبوي الشريف شنو المولد النبوي الشريف؟ عفيفة الزقوق وكريمة وهكذا. الهجرة شنو هي الهجرة النبوية الشريفة؟ هي ملوخية وعظم وفول، هذا هو الدين عند أكثرية الناس للأسف. ولكن نحب نوضح نقطة نوري، كونه الهجرة النبوية الشريفة عندها منظورين اثنين، فما منظور ضيق ومنظور واسع. المنظور الضيق هو تنقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكان إلى مكان، من مكة إلى يثرب أو المدينة المنورة. والمنظور الواسع هو هجرة كل مسلم من كل ما هو شيطاني إلى كل ما أمر به المولى عز وجل. يندرى المولى سبحانه وتعالى، وش يقول المولى؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع هذاك مش هو اللي راه أنا وأنت، لا، الوسع هذاك اللي راه المولى عز وجل المشرع سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فيندرى أمرنا المولى باش نهاجروا من مكة إلى المدينة 496 كيلومتر في صحراء عليه الصلاة والسلام. نعم، يندرى أمرنا بالشيء هذا؟ لا، ما أمرناش بالشيء هذا كما عمل الرسول والصحابة في الفترة هذيك، وإنما أمرنا بأشياء في المستطاع. هل ترى كل إنسان ينجمش يتوى يتوضى ويقوم يصلي؟ أبسط الأشياء في مستطاعه، لكن يكفي كونه يلعن الشيطان، هذه أبسط الأشياء، الصلاة اللي هي عماد الدين. ولكن ما أحوجنا إلى هجرة في وقتنا هذا، في الزمان هذا اللي كفر فيه الهرج واختلط فيه الحارب بالنابل يا سنوري، وأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، حتى كونه كل شخص، نعم نسمع فيك سي عبد الله، اي، فكل شخص يبدا ماهوش متمكن من دينه، ما اكثرهم في الايامات هذه اللي ماهوش متمكنين من الدين نتاعهم، يصبحوا مذبذبين الدين وما ماهوش ممكن لهم باش يميزوا ما بين هذا وذاك، وما يفرقوش ما بين ما هو من الدين وما هو من التطرف. للاسف برشا ناس ما عادوش يعرفوا هاو هذا يقول كلام وهذا يقول كلام، انا هو صحيح شكون باش نتبع انا؟ للاسف برشا ناس قاعدة ضايعة ومذبذبة. فبالمناسبة هذه ماذا بينا وكان نزيد نبينوا للناس ونوريهم شنية السنية الصحيحة، شنو الطريق السوي وشنو الصراط المستقيم اللي أمر به المولى سبحانه وتعالى. نعم، يعطيك الصحة سي عبد الله. لا بالعكس، معناها مكالمتك كان فيها الإضافة بالنسبة لنا، ومرحبا بك وباتصالك وبكل مشاهدينا. فعلا معناها أنه نحتفي بهذه السنة الهجرية موشي مرتبطة بعادات، وإنما ثم عبادة وثم حكم وثم عبر لابد أن تترسخ، ولابد أن شاء الله نتوقف عندها طباعا في حصتنا معكم أخوي عبد الله. مع الشكر والتحية سي عمر. سي أحمد أذكرنا معناها وهو محق في ذلك. نعم سي عبد الله. نعم، بارك الله فيك. شكرا. نوضح نقطة باش ما يتنوش بعض المشاهدين بالغلط، انا ما قلتش راهو حرام الكسكسي ولا المقرونه ولا لا لا لا، ما قلتش لا 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 لا، وكان قلت حرام راهو قلنا لك حاجه اخرى حتى احنا توا معناها سمعنا كلامك. لا لا مش هذاك الدين. نعم، احنا تو نرجعوا له راهو، حتى هذه العادات، حتى هذه العادات تو نرجعوا لها في حصتنا اليوم من زدني علما. ومع الشكر على اتصالك ومرحبا بك سي عمر. ذكر لنا سي احمد عباره عديده، من عاش اذا كان فما في اثاره التفاعل بالمكالمه الهاتفيه كذلك. المأكولات معنا الاقبال على المأكولات معنا من المباح، وأنه إنسان طيب مثلا الملوخية ولا يضع مثلا عادة الناس في صفاقس يضع معناها البيض معناها في الميزاب، والبيض معناها طيب جوا راهو هذا مش جوا بالتفصيل سي عمر، خلينا معناها إن شاء الله بعد شوية نرجع له بالتفاصيل. ولكن خلينا مع عبر والحكمة من الاحتفاء بهذه السنة الهجرية في مثل هذا المواد. هو على مستوى الهجرة في المستوى الحركي كان فيها الكثير من العبر، وأنا حبيت ننطلق من الناحية الحركية. قلت معناها الساعة
حسن التخطيط للنبي صلى الله عليه وسلم في كل المجالات، على مستوى التموين، على مستوى الطريق، على مستوى الصديق. كان قد أمن صلى الله عليه وسلم رحلته من ألفها إلى يائها، وهذا ما يدعونا إلى حسن التخطيط خاصة في وقتنا هذا. نعم. اليوم الدول الكبرى الصناعية تخطط على امتداد 40 و50 سنة، فلماذا لا نخطط نحن مثلها أو ربما حتى لأجال قصيرة في حياتنا؟ هذه نقطة. نعم. أولى. النقطة الثانية، اليوم كثيرا ما نتحدث، سامحني سي عمر، ما ذكرت على مستوى الدول حتى على مستوى الأشخاص والأفراد، باهي برشا أن الإنسان إن شاء الله ربي يعطينا طول العمر في الحياة الخاصة نتعلمه كيفاش نبرمجه ونخطه ويلزمنا نحقق الهدف هذايا ويتلوه إن شاء الله هدف آخر، وربي يعطيهم الصحة والعافية ويحقوا ذلك على الإسلام إن شاء الله. وكانت كرناه النقطة هذه. نعم. النقطة. نعم. الثانية هي معناها الصحبة التي جمعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. يعني لما دخل إلى الغار أبو بكر الصديق سد كل الثقب، بقي ثقبتان سدهما برجليه، ولدغ الصديق في رجله واشتد به الألم وسقطت دمعته من عينه على خد النبي صلى الله عليه وسلم فقام برقيته. هنا ننظر إلى الصحبة كيف جعل من فخذه وسادة لصاحبه، لم تكن صحبة من أجل مال ولا من أجل مصلحة، لم يصاحبه من أجل مال ولا من أجل جاه ولا من أجل نسب، وإنما صاحبه لله في سبيل الله، وهذا. نعم. هو الحب في الله. بالتالي يجب علينا أن نتساءل في كل علاقاتنا وأن نتساءل مع أصحابنا، هل نحن فعلا في مستوى أبي بكر الصديق في صحابته أو في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجب علينا أن نقف أمام المرآة لنقول كيف هي علاقاتنا اليوم وعلى أي أساس يجب أن تنبني هذه العلاقات. كيف هي علاقاتنا اليوم سيوم؟ بالطبع هي في حاجة إلى مراجعة، ما كان منها لله سبحانه وتعالى دام واتصل، وما كان منها لغير الله سبحانه وتعالى وجب علينا تصحيحه ورده إلى الله سبحانه وتعالى. نواصل معكم مشاهدين ومرحبا بكم بتفاعلكم اللي قاعدين نلحظوا فيه، سواء كان من خلال ما يوصلنا عن طريق البريد الإلكتروني ولا في صفحة زدني علما في الفيسبوك، وإلا من خلال التليفون 74 621 607. أنتم في اتصال مباشر معنا في هذه الحصة الخاصة اللي تخصصها قناة القلم لكي نحتفي معكم جميعا بسنة هجرية جديدة إن شاء الله تكون مباركة على الجميع. أخونا الصحبي من القيروان معنا في هذا اللقاء، أهلا وسهلا بك صحبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، شنو حوالك أنت؟ كثيرا في هذا الموضوع، فقط أردت أن أسأل الله بمرمج بهذه ألا ينهي هذه السنة الهجرية إلا وقد شفى مرضانا ورحم موتانا ونصر المسلمين في كل مكان وحين إن شاء الله، وهو الولي ذلك هو القادر عليه إن شاء الله. ثم أردت فقط لن أؤرخ، لكن أنت سألت سؤال قلت هجرة وبعد، أنا حبيت فقط نصيحة للسياسيين في وقتنا تو خاصة في الأيامات هذه بتاع الحوار الوطني أو ما يعبر عنه بالحوار الوطني. الرسول عليه الصلاة والسلام كون دولة حكمت العالم في الوقت ذاك في ظرف 8 سنين فقط بتشريعات إلهية وبالشريعة، ومنها ودون القوانين ودون قوانين في الاقتصاد وفي المعاملات وفي حرية التعبير وفي حرية الديانات والاعتقاد وغيره وغيره، هذا في ظرف 8 سنين كون دولة كبيرة فتح بها مكة بعد 8 سنوات ب10,000 مش مقاتل، 10,000 معناها رجل ومرأة فتحوا مكة بدون قتال وبدون كذا. هذا فقط حبيت أن نلاحظ فيه. ثم بمناسبة مصرفين السياسة في تونس الأيامات هذه، الرسول عليه الصلاة والسلام واحد بين قبيلتين من أكبر الأعداء هي الأوس والخزرج، فنحن عدنا 3 سنين نتحاوروا في السياسة ولم نقدر حتى باش نوحدوا كلمتين وكذا كلمات بين الأحزاب نتاعنا وبين السياسيين نتاعنا باش نجموا نمشوا بلادنا في أحسن ما يمكن معناه ونمشوا بلادنا في لا. هذا فقط حبيت معناه عبرة الهجرة هي في أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كون دولة حكمت العالم، بل أشرفت على الهند وأشرفت على الروم وأشرفت على الفرس، ومعناه فتحت برشا معناها مناطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يعطيك الصحة يا صاحبي على هذا التدخل الرشيق، وإحنا مفقوك تماما فيما أذكرته، لأنه سي أحمد هناك أثار للهجرة سواء كان بالنسبة إلى المسلمين في عصر النبوة وإلا فيما تلاها من عصور، فما هي أبرز هذه الأثار؟ شوف، هو العبر بين الهجرة والأثار اللي ترتبت عن الهجرة أكبر وأعظم وأثرى من أن تتسع على هذه الحصة، ولكن نحن سنشير إشارات
إضافة إلى ما تفضل به الأستاذ عمر، وددت أن أشير إلى حسن التوكل على الله، وهذه من العبر اللي نستفيدها من الهجرة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم والتخطيط اللي تحدث عليه أستاذ عمر هذا يسمى بلغة الشرع الأخذ بالأسباب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم التكتم، إعداد العدة، الاختباء في الغار، اتخاذ دليل. ونحب نتوقف دقيقة عند الدليل. من كان الدليل؟ كان عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط لم يكن مسلما، لم يكن مؤمنا، نعم هذه نقطة كبيرة، وكان دليلا للرسول جدا. صلى الله عليه وسلم، وكان دليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. هذه ناخذ أعظم عبرة منها، من أننا نستفيد من أهل الخبرة وأهل الحكمة كيف ما كان دينهم، وأيا كان انتماؤه، نعم أيا كان لونه، وأيا كان جنسه، وأيا كان فكره. يعني مش معناه إنسان يخالفني في الدين ناخذ منه موقف عدائي. هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لنا أروع الأمثال من خلال الهجرة على هذا. كما في المدينة أعمل لك الوثيقة اللي أعطت لليهود حقوقهم الكاملة المدنية والتعايش السلمي بينهم وبين المسلمين، في هجرته الشريفة استأجر واعتمد على خبرة رجل كافر غير مؤمن ليدله على الطريق. لماذا؟ لأنه كان أكثر العرب خبرة في معرفة مسالك الصحراء وكيف، وفعلا فقد استطاع بمهارة فائقة عبد الله بن أريقط أن يخرج بالنبي وصاحبه سالمين حتى وصل إلى المدينة المنورة. نعم. المؤاخات بين اللي ذكرها توا صاحبي، نعم، المؤاخات بين الأوس والخزرج، والمؤاخات بين المهاجرين والأنصار مسألة عظيمة جدا. بمجرد ما وصل هذه أبو حدا يلزمها حصص وحصص، هذه حدا يلزمها حصة كاملة، نعم هذه سيبها حصص وإن شاء الله معنا نخطو لحكمة ذلك. نعم. إذن معناها أين نحن اليوم من ذلك؟ أين نحن اليوم من ذلك؟ نعم. ما هي الأثار اللي تركتها الهجرة النبوية الشريفة في حياتنا؟ إذا كان ما نستلهموش العبر من كل موقف، من كل حركة، والأستاذ عمر أشار إلى الحركية، فما حركة فما بعد في هذه، نعم، الحركة، نعم، وكل تحرك كانت فيه أبعاد، الصحبة، الغار، إعداد العدة، الدليل، الوصول، كيف نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بماذا بدأ، كيف أخى بين المهاجرين والأنصار، كيف معناها كتب أو ألف هذه الوثيقة التي، نعم، ودون هذه الوثيقة التي نظمت الحياة المدنية في المدينة. كل هذا لابد أن يترك في حياتنا أثرا، وهي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ العبرة من كل معنى من معاني الهجرة. الهجرة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها بعد أن فتح مكة، قال لا هجرة بعد الفتح، لأنها طهرت الكعبة وطهرت مكة من الأوثان، قال لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا معناها راهو بعد فتح مكة ما عادش فما هجرة، نعم، لأنه الأبواب فتحت على مصراعيها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وما عدناش بحاجة إلى أن نهاجر هجرة مكانية، لأن الإسلام أخذ حظه وأخذ انطلاقته المباركة وبدأ يشع على العالم. إذن اش فما يا رسول الله إذا كان ما عادش فما هجرة بعد الفتح؟ قال جهاد ونية. الجهاد هنا بمعناه الشامل، معناها أن نجاهد الشر، وأن نقاوم المرض والفقر والجهل والتخلف، وأن نقاوم الوهن في نفوسنا، وأن نقاوم كل ما يتأخر بنا، وأن نسعى للتنمية ولكل ما ينهض بنا، وكل ما يجعلنا بين الأمم، كما قال فينا رب العزة كنتم خير أمة أخرجت للناس. لاحظ أخي نوري أن كنتم هنا في الأسلوب البلاغي للقرآن الكريم لا تعني الماضي، أيوة، إنما تعني الاستمرارية، نعم، وتعني الكينونة الدائمة.
كنتم سابقا والآن ولن تزالوا وستكونون خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط أن تتمسكوا بهذه الشريعة السمحة التي أسس لها محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت الهجرة منطلقها، منطلق هذا التأسيس. هذا التأسيس ادخلنا للعالم، والإسلام دخل إلى العالم من الباب الكبير عبر الهجرة، ونريده أن يكون دائما كذلك. نواصل ديما معكم مشاهدينا في تفاعلكم اللي وصلنا اليوم في زدني علما مع أخونا سعيد غربال من صفاقس. مرحبا بك يا سعيد. تفضل. مرحبا بك. بيك بارك الله فيك. كل سنة وانت طيب بخير. نعم. كل سنة وانت بخير سي سعيد. بارك الله فيك ربي يعزك. يعيشك. تفضل سي سعيد. تكلم معي هكا. اي نتكلم معك، انت في اتصال مباشر معنا اليوم في زدني علما ومرحبا بك. بارك الله فيك. انا السلام عليكم. تحية في احمد بوشحيمة. سلمك الله. مهنيه ان شاء الله بالسنه الهجريه الجديده. شكرا. وهذه تخليني نقول كون هذه السنه الهجريه جات بعد تقريبا 20 يوم على اداء الحج، وممكن هذه فرصه في بمناسبه السنه هذه باش نقوموا معناتها الحج اللي عملناه. قمنا بالمناسك في طريقة ولا تمشي نقص ولا تمشي قرار ولا حاجة. أنا بالمناسبة هذه السنة كنت في الحج ولاحظت معناتها ثم حاجات اللي لازمها تتراجع ومعناتها بطريقة سريعة ويسمى معناتها الحلول لها في آخر وقت. نعم أنت واضح حبيت تركز على البعد المقاصدي يا سي سعيد. نعم أيوة. لما شو غادي بخص الحاجة التوانسة الشيء اللي رأيناه معناتها إيش عم أقول لك معناتها شيء حتى هشم عند البعض عاد البعض بس ما عند البعض في منا. نعم معناتها يحشم الإنسان يحشم فهمنا سؤالك سي سعيد على أساس أنه لابد من التركيز على البعد المقاصد في السنة هذه معناتها فرصة باش نقيمه معناتها عملنا الدينية في السنة اللي فاتت. هذا اللي ذكروا سي عمر هكا ولا سي نحكوا فهمنا السؤال نتاعك احنا سي سعيد. السؤال نتاعي هو صيحة فزع للاعتناء بالحج بمواسم ثانية راس السنة. احنا خصصنا حصة سابقة للحج. مع الشكر والتحية بارك الله فيك سي سعيد. سي عمر هو يركز راهو على معطى مهم ولكن ربما استوفيناه في حصة سابقة، ومع ذلك البعد المقاصدي من هذه العبادات لابد أن تترسخ اليوم في حياتنا. وكنا قلنا أنه الهجرة شكلت نقلة في حياة المسلمين، هذه النقلة بفضل معاني سامية وبفضل مبادئ طيبة لابد أن تترسخ. هو اللي مخلي في ذهنه أنه ماشي في سياحة ويعتبر الحاجة سياحة راهو يتعب، لكن اللي مخلي في ذهنه أنه ماشي العبادة والعبادة هذه فيها تعب وفيها مشقة وفيها تضحية مش يكون مهيئ باش يتقبل المشاق الموجودة غادي. نعم. لأنه لما نتكلموا على ميناء أو على عرفات أو على مزدلفة هذه أماكن ضيقة والتجهيزات اللي فيها تجهيزات متواضعة، وهذه أيام اللي تستوجب من الحاج وأنه يصبر أكثر من اللازم. معناها هنا المطلوب هو الصبر على كل شيء، وهنا هذا امتحان يمتحن به ربي سبحانه وتعالى. والإنسان يقول أنا، والإنسان شو يقول أنا ضيف الرحمن وأنا أولى بالصبر، يصبر في هيك المنطقة هذيك الضيقة، وبحول الله تعالى بعد الصبر مثل ما كان الفرج. قلت له أنا راه فما بعد مقاصدي من الحج، معناها مش الإنسان مش يعمل في عبادة كيكة أجل أنه فرضت عليه، لا، وإنما هناك مقاصد العبادة فيها تتحقق. العبادة فيها مشقة. نعم. وفيها صبر، وهذا هو المطلوب في العبادة هذه. كما عبادة الحج فيها صبر وفيها مقاصد، أيضا الهجرة فيها مقاصد. هذا أنا حبيت ترجع لكن حبيت تذكر حاجة سي أحمد عن إذنك سي عمر. المعذرة أستاذ عمر، هو أخونا سعيد غربال إن شاء الله حجه مبرور وذنبه مغفور، أراد أن يتحدث عن الطموح إلى تحسين التنظيمات، وهو وهذا مشروع. أمر مطلوب مشروع هذا يعني. أمر مطلوب ومطروح. نعم. على المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية وكل من يهمه الأمر، وقضية التنظيمات
في التنقلات، في ميناء، في أشياء. صحيح أن الحج جهاد وأن الحج نتحمل أتعابه برحابة صدر، لكن لو أمكن لنا أن نهيئ ظروفا أحسن فهذا مطلوب، هذا طبعا هو الطموح نعم اللي ربما استفدناه من مداخلته. مرحبا به ومرحبا بمداخلته سي عمر. نواصل إذن فيما يتصل بالنقلة النوعية اللي شكلتها الهجرة في حياة المسلمين، هو كيف نستثمر هذه النقلة اليوم؟ نعم، أنا ربما في الجانب الحركي حبيت نقول معناها تلك الجائزة المالية التي وضعتها قريش، وكان سراقة من الراغبين فيها ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فرسه أو معناها قدماه الفرس ساخت معناها في الطين، وأدرك سراقة بأن اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو النيل منه صلى الله عليه وسلم غير ممكن، وبالتالي هنا نرى قيمة المال. يعني قريش استعملت المال في المؤامرة، في قتل الناس، في شراء الذمم. واليوم نقول في مجتمعنا العربي الإسلامي يجب علينا أن نرشد المال، فمن العيب أن يستغل المال في المؤامرات، في الدسائس، في بيع الضمائر، في شراء الناس، وإنما يجب أن يكون المال في البناء، في التعمير، في التشييد، وهذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. النقطة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا متوكلا على الله سبحانه وتعالى، يسير إلى الأمام لا يلتفت إلى الوراء، وهو يقرأ القرآن ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لننظر هنا إلى قيمة التوكل وقيمة قراءة القرآن وقيمة الدعاء الصالح في مجابهة الصعاب. وسبحان مغير الأحوال، سراقة الذي كان في أول النهار كان يريد النيل من النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في آخر النهار مدافعا عنه، فكان يصد كل من يأتي من تلك الطريقة ويأمر الناس بالابتعاد عنها ويخبرهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يسر ولم يكن في تلك الناحية. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بدأ بتأسيس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس على التقوى. وهنا وبعد معناها ما قام ببناء مسجد قباء قام ببناء المسجد النبوي حيث بركة الناقة. هنا نحب نبين قيمة المسجد في المعمار الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية وفي العقيدة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية، وكيف أن المسجد يربط ما بين الدنيا والدين، ويربط ما بين الشعائر والعلم والذكر وغيرها. فهنا ربما نقول هل تقوم مساجدنا اليوم؟ لابد من أن نجعل مساجدنا اليوم تقوم بهذا الدور الكامل. فالمساجد منطلق الحضارة الإسلامية علما ومعرفة وشرعا وبناء ومعرفة لأحوال المسلمين وغيرها. نعم، هو المكالمة اللي كانت اطرحت مع أخونا سعيد خلانا نبحث عن البعد المقاصدي من الهجرة سي عمر وسي أحمد، ومشاهدين أكيد اللي هما ربما يشاطرون في هذه المسألة، لأنه أحيانا احتفالنا أو طريقة احتفالنا بالهجرة النبوية الشريفة قد تبعد البعض عن البعد المقاصدي لمعاني الهجرة. حبينا نسأل هذا السؤال على أهل الذكر، والحصيلة كانت كالآتي. احتفالنا احنا بالهجرة النبوية ما بعدناش على المقاصد والاهداف متاع الهجرة. اولا لو سألنا انفسنا ما هي مقاصد الهجرة، لنسأل ما هو الواقع الذي نعيشه الان، انا ذاك نقول فعلا نحن معها او ابتعد عنها. الهجرة هي تبحث عن مناخ تربوي اسلامي سلوكي حضاري. تونس بخير والحمد لله، ما زالت تعيش هذه الاحداث في عمق او في تقلص نسبي، ولست من المتفائلين حتى أن نقول نعيش معها أو نتعايش معها كليا، ولست من المتشائم بأن نقول ابتعدنا عنها. لا لا، نحن نعيشها وتعيشنا وهي معنا. ما زالت الكثير من الأسر ترسم لأطفالها المكة والمدينة والطريق الذي هجر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحدثهم عن هذه الهجرة بشوق كبير جدا. ثم في سلوكنا وعاداتنا وأخلاقنا نقف عند أشكال ورموز كالملوخية بلون الأخضر وطعامها الشهي وهي أشهى ما يقدم، وأو البيض، هي عادات ثرية جدا. مثلا لو تسمع يا سيدتي، البيض كان يقدم عندنا يوضع في ليلة رأس السنة في الميزاب، والميزاب له كسكاس. أولا تغسل تلك البيضات التي توضع في الكسكاس، لأن على علاقة ثرية بين الماء وهو مورد رزق ري،
للفلاحة والصناعة وغيرها، والبيض ومردسق فهو تحسيس لأبنائنا ولأسرتنا بأننا يجب أن نبحث عن مورد الرزق وأن ننبيه وأن نثريه ونحافظ عليه، لأنه هو أساس التعايش الاقتصادي. هو الأعياد مش كان الهجرة النبوية، هي المناسبات والأعياد الإسلامية خرجت عن مقصدها الأساسية، والاحتفالات الموجودة اليوم تلاحظ أصبحت احتفالات تتركز على المعدة والأكل والشرب. حتى صغيراتنا وقت نقول لهم الأعياد نقول لهم الهجرة، يقول لك شنو الهجرة اللي نعملوا فيها الملوخية؟ نقول لهم العيد الصغير، هكا العيد الصغير اللي فيه الشرمولة، العيد الكبير هكا اللي نذبحوا فيه اللحم ونذبحوا فيه وناكلوا فيه وبالتالي أصبح المسلم معناها الأعياد كأنها أكل وشرب وانتهى الأمر وخرجت عن مقاصدها الأساسية. ولذا من الضروري اليوم أن نعيد للمسلمين المقاصد الأساسية من الأعياد والمناسبات. من المناسبات هذه الهجرة النبوية، فالهجرة النبوية هي مناسبة للتذكر والاعتبار واستلهام الدروس والعبر. ومن أهم العبر اللي يمكن تفيدنا اليوم ونستفيد منها في مناسبة الهجرة النبوية، أن الهجرة النبوية هي درس للتضحية والبذل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر من أحب المواطن إليه، وترك الأهل وترك الأصدقاء وهاجر إعلاء لراية الدين وخدمة لهدف النبيل وهو خدمة الإسلام. كيف نجم نستفيد من الهجرة النبوية في واقعنا اليوم؟ واقعنا اليوم واقع طيب في جملة، في حاجة إلى الحب والتعايش الأخوي والطيب كلنا، أنا والآخر، أنا وزوجتي، أنا وأطفالي، أنا والوطن، أنا والذي يخلفني في السياسة أو في التيار، أحبه ويحبونني. فالحب والشجاعة الإسلامية نبتت مع هجرة، مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نمت مع الهجرة. في هذه الشجرة المباركة، شجرة الحب وشجرة الإخاء الإنساني والتعايش، ما زالت مثمرة في بلادنا، هي في حاجة فقط إلى تصحيح. إيش نجم نستفيد من الهجرة النبوية في واقعنا اليوم؟ نجم نستفيد منها أن نخرج بالهجرة النبوية من جانبها المادي، بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان، إلى الجانب المعنوي، إلى الهجرة المعنوية. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وبالتالي الهجرة، فنهجر المسلمين اليوم ما فيه من فرقة ومن خلاف إلى المحبة والتآلف، نهجر ما فيه اليوم من تطاحن ومن صراع وبخل وشح إلى البذل والعطاء والإنفاق، نهجر أسباب الجهل إلى أسباب العلم إلى ما فيه رقي المسلمين. كل هذه تفيدنا دروس. ولذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه ابن ماجه قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. ولذلك الهجرة درس وعبرة وقيمة كبرى. فلو أن المسلمين فهموا هالأعياد والمناسبات بهذه المقاصد لما كان حالهم اليوم هذا الحال، ولما آل إلى بهم الأمر إلى هذا المآل. من أبرز مظاهر الهجرة وواقعنا المعاصر حاجتنا الأكيدة جدا للتفاعل السياسي الأخوي الأخلاقي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة ليس لأنه يأس من الحوار معهم، لا، وإنما تجديد المناخ مع حوار آخر، ثم تلتقي الحضارات وتلتقي السلوكيات مع الحوار المتجدد وتبنى الدعوة الإسلامية. فأنا أقول تونس حبيبة في حاجة أكيدة جدا إلى مواصلة الحوار، وهي نقطة مرتبطة بالهجرة. هذا الحوار الذي يدعم علاقاتنا وعميق إخاءنا ويجدد عواطفنا جنبا إلى جنب. هذا التفاعل مشاهدين حاصل ما بيننا وبينكم وما بين الأساتذة الأجلاء وما بين أيضا الشيوخ الأفاضل اللي كنا نشاهد فيهم ونسمع فيهم، وأكيد أنه كيف نتعلم من تدخلات الأساتذة والشيوخ أكيد راهو مش تكون لها فرصة أنه نجدد تعاملنا مع الواقع المعيش
ونحاول ننطلق من جديد لكي نبني مستقبلا يكون أفضل. سؤال حبينا نطرحوه معكم في حصتنا اليوم من زدني علما هو ما نشوفوه اليوم وما نشهدوه اليوم من عادات ترتبط بالاحتفال بالسنة الهجرية. علاش هذه العادات والتي هي الأهم؟ هي ربما قد تكون مهمة ولكن علاش خذيت هي المرتبة الأهمية الفضلى أكثر من العبر والحكم